واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن النادي الاهلي كابتن شادي محمد. تحياتي ليك يا كابتن شادي. كابتن محمد ازيك يا حبيبي؟ مبارك ايه، ربنا يخليك يا كابتن شادي، منور دايما. طيب انت بخير وسعاده. بيك وبرحب بكل المشاهدين. ربنا يخليك كابتن. كابتن تابعت مباراه الامس، هاخدك فنيا وبعد كده هنتكلم على بعض الامور، منها محمد الشناوي، منها فكره تضييع الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي بتفسره ازاي، لكن خليني اقول لك فنيا المباراه امس النادي الاهلي لم يفز ليه يا كابتن شادي؟ والله انت في مشوار كبير يا فاروق في الدوري، وارد جدا هتتعادل مباريات، وارد جدا هتخسر، وارد جدا هتكسب. فشايف اللي فيه بيبقى دايما في التعادل او الهزيمه، او انت بتحقق في الاول وفي الاخر المطلوب منك، انت الحساب في نهايه السيزون. صحيح. النادي الاهلي بيلعب على البطوله، دايما منصه التتويج هو الهدف النهائي اللي انت عايز تحصده في نهايه السيزون. هتتعادل، انا شايف الدنيا كلام كتير جدا 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 على تعادل. سواء بقى من اللي راضي او مش راضي، ده مش منطقي خالص. هقول لك ليه يا كابتن شادي، وانت بتتكلم السنه اللي فاتت يمكن الوضع في التوقيت ده النادي الاهلي اول 10 مباريات كان الفوز هو الحاجه الوحيده اللي موجوده يمكن، وده اللي عمل الفارق ما بينه وما بين المنافس نادي الزمالك. ما هو النادي الاهلي النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان دوري بلا منافس، ما فيش منافسين. انت لازم مش كل سنه هتبقى كده يعني، اكيد فرق عملت تدعيمات كويسه. فالطبيعي جدا هيحصل اختلافات، ما فيش حاجه بتستمر زي ما هي. ولكن الناس بتتكلم على التحكيم. انا هكلمك بمنتهى الامانه، ماشي؟ بعيد عن الفنيات وكده، انا بالنسبه لي حاجه سلبيه تتعالج من خلال المحاضرات، من خلال التدريب. دايما لما انت بتهدر فرص كتير جدا، ودي سمه شفناها في المباراه اللي فاتت، مهم جدا ان انت بتعالج الاخطاء في كل مباراه، بتشوف الكويس وبتزود منه. صحيح. فالسمه اللي كانت للنادي الاهلي ضيع جوان كتير جدا ادت الى التعادل من وجهه نظري، مش بالحكم والكلام ده. تمام. انا ضد اي حد، انا راجل اهلاوي بنتقد اي منافس يجي يكلمني عن حكم والاهلي بيكسب بالتحكيم، فبقعد اسيبه في التبرير بتاعه، اقعد اسيبه في الـ في الـ في الـ في الـ عايز اقول مصطلح عشان احنا على الهوا، عايز اسيب اي منافس بيقلل من نجاحاتي على مدار سنين طويله، وكان دايما تبريره التحكيم هو الشماعه. تمام. وغرقان وبيغرقوا في ده سنين طويله في الكلام ده، لكن الصح اللي انت هتشوف حاجات انت هتاخدها مش من حقك، وحاجات هتبقى حقك مش هتاخد، يعني حاجات كتير جدا. تمام. فاللي انا شايفه انا في النادي الاهلي بالنسبه لي انا، يعني الكلام سواء جماهير او سواء مسؤول او سواء لاعبين سابقين او سواء النادي الاهلي بشكل عام، مش مدرستنا اللي نقعد نعلق كتير على التحكيم. تمام يا كابتن. كان ممكن تكسب واحد واثنين وثلاثه وما تقولش الكلام ده خالص. صحيح. تضيع الفرص بمعنى اصح زي ما انت بتقول يا كابتن شادي. وما احبش اللي جمهور النادي الاهلي برضو، عشان احنا في فرق ما بين احنا قاعدين في كافيه وبنتكلم في كوره، وفي فرق طبعا على راسي من فوق وكلهم محترمين، وفي فرق اللي انت بتتكلم كلام موضوعي الناس تسمعك، محبينك على الاقل يسمعوك، فبتفهم الناس وجهه نظرك اللي هي مش نهايه العالم ان انت هتعادل، ده مشوار دوري طويل جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين ثقافتنا، كل نادي يبقى ليه تفكيره وليه العقليه بتاعته. عقليه النادي الاهلي على مدار التاريخ مش بنخلق اعذار، ما بنقعدش نتكلم على التحكيم كتير، اتظلمنا من العرجون في واقعه صعبه جدا، ورجعنا تعاهدنا اللي احنا هناخد بطوله افريقيا وهنروح كاس العالم وعملنا ده. لو انا قعدت بقى اتكلم على مباراه واللي هي البطوله وعشت في ده، مش هقدر احقق حاجه. لا هو كمان يا كابتن زي ما انت قلت، يعني مشوار الدوري كمان طويل، وموارد انك يبقى في تعادل سواء بقى بالضبط. للاهلي للزمالك للاسماعيلي، يعني احنا شايفين الوضع الحالي بالنسبه للفرق استعداد قوي. لكن خليني اخدك لنقطه الهدف اللي تم الغائه من وجهه نظر كابتن شادي محمد ايه؟ بامانه. بص بامانه يعني هقول الواحد يتعلمه، والمدرسه بتاعتنا هي افضل مدرسه، انا بشوف كده. في محللين عنده انتماءات داخليه، فعشان ما يزعلش جمهور الاهلي منه فبيقول اللي يرضي جمهور النادي الاهلي حتى لو هو شاف الحاجه غلط. والانتماء الناحيه الثانيه بيشوفها ومش شايفها الا غير من اتجاه عشان ما يزعلش جمهوره. طالما دخلت بتقعد بنيه الانتماء والفنيله، بعمرك ما هتقول الحقيقه. تمام. حتى على فكره على مستوى الحكام،
حكام مثلا تبقى موجوده في قناه النادي الاهلي بيشوفوا كل حاجه، ولما يعكس وغيره وغيره مواقف كتير جدا. انا هقول لك على حاجه، قرار في قرار بيبقى صعب، حضرتك بتقعد تجيب اللعبه في التلفزيون وبالراحه وفي التكييف وعلى مهلك، طب ارجع لي ورا، طب هات يمين، طب هات لي الصوره دي، فاهم؟ فتخيل بقى اللي ده بياخد القرار في ثانيه. ايوه، انا مش ما بكره الحكم الحكم، برضه رجع كابتن شادي للفار وقعد، ما انا زي جاي ما لك، قال ما دي كده. المشكله بقى، دي المشكله لما فار بيديك ابعاد الصوره من كل الاتجاهات واقرب كاميرا والقرار مش بيتاخد، فانت في كارثه بقى يعني. يعني دي حاجه بكلمك بمنتهى الامان، لكن هي يعني ما تسالني انا، لا طبعا هدف 100%، يعني انت لو ولكن مدافع طبعا يا كابتن شادي، وانت طبعا كنت مدافع كبير، وجه المهاجم وعمل وانت نفس الموقف، انت عارف بالنسبة ليه؟ لك عشان المدافع كان من الثبات، ما اتحركش، واقف من الثبات. انا المهاجم دايما لما بتبقى متحرك من الحركه، وانت فاروق كنت مميز وفاهم يعني ايه تاخد تحرك، فاللي من الثبات ده بلغه الكرة هتبقى راكبه، مش عارف يتحرك، مش عارف يطلع من على الارض، فاهم؟ مستحيل يطلع من الارض، انت جاي من الحركه وراكب الكوره بلغه الكوره يعني، يعني 90%. لكن انت ساعات بتشوف حاجه في التلفزيون مش هي، يعني مش عارف اشرحها ازاي، في حاجات في التلفزيون مش هي الواقع جوه الملعب، فاهم؟ يعني يجي يقول لك بص اللمسه دي، ما اللمسه دي ما فيهاش حاجه، لكن الكاميرا عماله تقربها يقول لك بص هنا الاحتكاك، هو انت حضرتك الاحتكاك شفته ازاي وانت مثبت الصوره، فاهم؟ فانا بعيد عن اي حاجه، ده كلامي، ده انا بحط العقل في الموضوع، سواء لجمهورنا ونادينا او سواء للناس اللي بتحلل وبتتكلم، وجهه نظري الشخصيه الهدف صح 100%، لكن من بكره اشتغل تاني، لسه المشوار طويل، التعادل بيضايق جماهير النادي الاهلي طبعا، وبيضايق مجلس ادارته، وبيضايق لاعبته وجهازه الفني، لكن دي سنه الحياه، انت تعادلت هتكمل في مشوار، اما